مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، يوم جديد وحلقة جديدة من إنبوكس على قناة صدى البلد. النهاردة إن شاء الله يكون معانا فقرات حلوة ومختلفة كالعادة، بس في البداية أسلم على نوران. ازيك يا نوران؟ عاملة إيه؟ عاملة إيه؟ كله كويس الحمد لله. الحمد لله. فعلا معانا النهاردة فقرات مختلفة ومتنوعة، هنبدأ معاكم كده من الآخر للأول. هيبقى معانا إنبوكس برجك إيه مع خبيرة علم الفلك والأبراج سابي، وهنتكلم معاها عن طريقة كل برج في انفصاله عن الشخص اللي كان مرتبط بيه، وكمان هيبقى معانا الفقرة الطبية عيش صح. حلو جدا. أما في أول ساعة من إن بوكس في آخر فقراتنا هيكون معانا كده موهبة شاب في مجال الغناء، وهو المطرب الشاب رامي رفعت. يمكن كمان هو شارك في تقديم أوبرات أسرة شهيد قدام الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة إن شاء الله يكون منورنا، هنسمع منه كمان أغاني بصوته الحلو، إن شاء الله تستمتعوا معانا بالفقرة. حلو جدا. أما دلوقتي فإحنا هنتكلم معاكم عن حملة مهمة جدا وبتهم كل السيدات في مجتمعنا، وهي حملة بدون ملامح أو بلا ملامح، واللي أطلقتها Women of Egypt. يمكن الحملة دي هي منوطة أكتر لمحاربة جرائم الأسد، والأسد هو عبارة عن مادة كوية أو زي مادة النار، اللي يمكن بنشوف حوادث كتيرة جدا على السوشيال ميديا، وهو أنه لو شخص مثلا كان مرتبط بواحدة أو متزوج من واحدة أو خاطب واحدة وحصل انفصال وعايز ينتقم منها، فبيستخدم المادة الكوية دي أو الأسد أنه هو يحدفها على وشها عشان تتشوه وتعاني طول حياتها. والحقيقة أنه فعلا في حالات كتيرة جدا من معاناة السيدات اللي بتعرضوا لحملة تشويه أو نوع من أنواع التشويه من قبل رجالة كتير. بالضبط. ويمكن ده بيعتبر يعني من أشد أنواع العنف ضد المرأة، لأنه المادة الكاوية دي أو مية النار دي بتسبب طبعا حروق يعني بشكل خطير جدا، ممكن توصل للدرجة الثالثة أو الرابعة، وطبعا للأسف يعني بتشوه ملامح الوش أو ملامح الجسم. عشان كده الحملة يعني الحملة اللي معانا النهاردة هي اسمها بدون ملامح، لأنه فعلا المادة الكاوية دي لما بتترمي على الجسم أو على الوش بتمحي كل الملامح من عليه. طبعا الحملة الهدف منها زي ما كنا بنقول كده هو تسليط الضوء على الجرائم العنف اللي بالشكل ده اللي بتتعرض له المرأة بسبب الأسد. يمكن عشان يعني نتكلم عن الحملة بتفاصيل أكتر، ويمكن الحملة نشرت رسائل توعية كتير من خلال السوشيال ميديا، وده كان وسط يعني وسط تفاعل كبير جدا من الجمعيات النسوية والحقوقية ومؤسسات طبعا لعلاج الحروق. احنا معانا رضوى حسني مؤسسة حملة بدون ملامح معانا على التليفون عشان نعرف منها تفاصيل اكتر عن الحمله. يا رضوى اهلا بيكي، منورانا. اهلا بحضرتك. في البدايه كده عايزه اعرف منكم، انتوا جات لكم الفكره منين ان انتوا تعملوا حمله يعني للتوعيه وكمان مسانده السيدات اللي بيتعرضوا للتشويه من خلال الماده الكاويه او الحروق اللي بيتعرضوا لها؟ في البدايه بما ان مبادره سيدات مصر مبادره نسويه، فكان من الطبيعي اننا نسلط الضوء دايما على قضايا المراه المصريه في المجتمع. عشان كده حبينا تكون اولى القضايا اللي نسلط الضوء عليها في عام 2021 هي قضيه حوادث الاسد، لكونها قضيه مهمه جدا وصعبه ولازم تفضل دايما حاضره في اذهان المجتمع. تمام. طيب رضوى قولي لي يعني كلمينا باستفاضه اكتر عن اهداف الحمله وايه اللي انتوا كنتوا عايزين توصلوه. يعني زي ما قلت الهدف الأساسي إن الحملة يتم تسليط الضوء عليها، يعني على جرائم هجمات الأسد، بحيث نرفع درجة الوعي المجتمعي بالنوع ده من الجرائم، ونلاقي استجابة يعني على الصعيدين الإعلامي والقضائي. طيب رضوى يعني عايزة أعرف منك إيه اللي اتحقق من خلال الحملة لحد دلوقتي، أو التفاعل كان عامل إزاي معاكم؟ بالنسبة للأهداف اللي اتحققت، الناس رجعت تتكلم تاني عن الظاهرة دي ويفتكروا قد إيه هي جريمة بشعة، إلى جانب الأصداء العالية اللي الحملة حققتها إعلامياً. طيب رضوى إيه أكتر حالة اتأثرتوا بيها من خلال الحملة بتاعتكم من ضحايا جرائم الأسد أو مية النار زي ما بنقول؟ هو يعني في الحقيقة وأنا بقرأ عن القصص وبجمع عن الحكايات اتأثرت بكل الحكايات على حد سواء. الجريمة بشعة جداً جداً ومؤلمة، وفي معظم الحوادث كان القاسم المشترك بينهم ان الجاني كانت بتربطه علاقه ارتباط او زواج سابقه بالناجيه او الضحيه، وبعد انفصالها عنه وقرارها بان هي تبدا حياتها من جديد سواء بالارتباط من شخص اخر او بانها تبدا يعني تحقق نجاحها المهني او الشخصي، ده بيولد عند الجاني يعني روح من الانتقام، لدرجه ان هو بيلجا للنوع ده من الجرائم. بيكون هدفه ودفعه الاساسي ان هو يؤدي تماما على مستقبلها وعلى حياتها.
طيب رضوى، يمكن اكيد من وقت ما اطلقتوا الحمله بتاعتكم يمكن في حالات كتير جات لكم سيدات اتعرضوا لحرق او تشويه من قبل ماده الاسيد. عايز اعرف منك لو تقدري تحصري لنا نسبه الحالات اللي جات لكم لحد دلوقتي كانت قد ايه، والاعمار يعني كانت متراوحه ما بين قد ايه يعني السنين. طب ممكن نتكلم الاول بشكل عام. بالنسبه للاحصائيات اصلا عموما مفيش احصائيات، ده للاسف. يعني الجريمه فعلا موجوده مجتمعيا بس مفيش احصائيات، والسبب في ده ان مش كل الجرائم بيتم يعني الابلاغ عنها. اما بالنسبه للناجيات يعني اللي تم التواصل معاهم، في عدد من الصحفيات تم يعني التواصل من خلالهم مع مستشفى اهل مصر، لان الحمله برعايه اهل مصر، وبالفعل راحوا هناك يعني قابلوا بعض من الناجيات واتكلموا معاهم وسمعوا حكاياتهم وكتبوا عنهم. يعني زي ما قلنا اكيد من الدوافع اللي احنا اتكلمنا عنها، فنقدر نقول ان يعني المعظم مثلا من الشباب. طيب ومن خلال الحملة بتاعتكم برضو حابة أعرف إيه يعني العقوبة القانونية اللي أنتم عايزين تنفذوها؟ هو أول حاجة جرائم الأسد لازم تكون عقوبة من عقوبتها منفصلة تماما عن جرائم الضرب، لأن لغاية دلوقتي هم يعني نفس العقوبة. فما ينفعش تماما يتساووا ببعض. دي حاجة يعني بالأخص كمان إن جرائم الأسد ينتج عنها تشوهات دايمة، عاهات مستديمة، ده لو ما كانش أصلا أدت للوفاة. طبعا. وفي النهاية القضاء هو اللي في إيده إن هو يقرر العقوبة بناء على الجرم يعني اللي ارتكب في حق السيدة. طيب رضوى، يعني في حالة إنه مثلا جات لكم سيدة تعرضت لحرق أو تشويه من مادة الأسد من مثلا زوجها أو طليقها، يعني بتساعدوها إزاي؟ إيه نوع المساعدة اللي بتقدموها لها عشان تدعموها سواء صحيا أو نفسيا؟ أكيد صحيا زي ما قلت الحملة يعني برعاية أهل مصر، هيكون التواصل بالدرجة الأولى مع أهل مصر. وزي ما قلنا هي الحملة في الأول هدفها هو رفع الوعي المجتمعي يعني عن القضية دي. طيب نفسيا بقى، يعني هل بتقدموا لها دورات تأهيل نفسي عشان تقدر تتعايش مع المجتمع بعد مثلا ما تعرضت لتشويه من الصعب ان هو يتم علاجه؟ هو الحملة كانت زي ما قلت برضو هو كان فترة من الوقت يعني إعادة تذكير الناس بالقضية دي وقد ايه قضية خطيرة وبشعة، فأكيد لو في حالات يعني مرت أو طلبت الدعم مننا أكيد هتلاقيه يعني لما نتواصل مع ناس مختصة، هيئات مختصة أكيد طبعا. أيوة ماشي يا رضوى، بس ممكن الناس دلوقتي تبقى بتتفرج علينا بتقول تمام ما هي القضية دي مش جديدة أو مش حاجة مش معروفة، عارفين إن احنا عندنا جرائم للأسد وللأسف بيتعرضوا لها سيدات كتير زي ما أنتِ قلتي بعد حالات الانفصال، فهيسألوا طب أنتوا إيه الجديد اللي أنتوا بتعملوه بالزبط. أو ماشي أنتوا سلطتوا الضوء تمام، ما احنا عارفين القضية. تمام احنا عارفين القضية، بس القضية مش كل شوية مذكورة على أذهاننا وعلى مسامعنا زي مثلا قضايا التحرش، قضايا ختان الإناث. يعني قضايا الأسد رجعت تاني، يعني يمكن احنا طيب. مثلا آخر طب هنتكلم مثلا عن الناجيات اللي ظهروا على الشاشة كان من كام سنة، كان من فترة كبيرة. طيب انتوا حملتكم يعني بتستهدف توعية الرجالة بشكل كبير؟ هي توعية المجتمع بشكل، أنا مثلا لما هتكلم عن الحملة وأقول الحملة دي أهدافها وده مثلا دي ده دور القضية أو دور القضية هي عبارة عن كده أو هجمات الأسد ده تعرفها، أنا هنا يعني بوجه ندائي أو مثلا أو حملتي أو الغرض منها للاثنين للجنسين. طيب ايه ابرز تعليق جالكم من الضحايا نفسهم؟ يعني انت قلتي ان انتوا بتنزلوا بتسمعوا لسيدات تعرضوا للجريمه زي دي، ايه ابرز تعليق اتقال لكم منهم يعني؟ مفيش تعليقات محدده ممكن اقولها، بس اللي انا اقدر اقوله ان احنا بشكل ما ادينا فرصه تاني للسيدات ان هم يتكلموا عن نفسهم، يعبروا عن حكاياتهم عن تجربتهم المؤلمه، وده بشكل ما او باخر نوع من التمكين. طيب احنا عرفنا ان دي مش اخر حمله ليكم، لكن انتوا كمان عندكم سلسله ثانيه من الحملات الداعمه للمراه في المجتمع، ممكن تكلمينا عنها اكتر؟ زي ما قلت في الاول ان سيدات مصر مبادره نسويه، فطبيعي جدا يكون يعني دورنا الاساسي هو تمكين المراه المصريه. احنا بالفعل في فبراير اللي فات قدمنا حمله لمناهضه جرائم ختان الاناث، وعلى مدار الشهور الجايه ان شاء الله هيكون في قضايا او يعني حملات تناقش قضايا نسويه كتير جدا. شكرا ليكي يا رضوى حسني مؤسسه حمله بلا ملامح او بدون ملامح، نورتينا.
يعني هو يمكن زي ما كنت بقول انه الموضوع هو مش جديد علينا ومعروف، بس فكره ان انت بقى تتخيلي الاحداث نفسها او انه حد ممكن يوصل بيه مرحله الانتقام ان هو يرمي ماده كاويه على واحده وكان بتربطهم عشره وممكن يبقى في ما بينهم اطفال علشان بس يوقفها كده في حياتها واقفه عاجزه، ولا هي قادره ان هي تكمل مع حد تاني، ولا هي طايقه ان هي ترجع له، ففعلا الحياه هنا بتقف. فالموضوع بيكون متعب جدا نفسيا و جسمانيا وشكلا كمان. يعني اكيد واحده بتتعرض للتشويه في شكلها، واللي هو اهم حاجه بالنسبه لها، يعني ده يعتبر نوع او اشد نوع من انواع العنف ضد المراه. ومع ان احنا في شهر المراه فيمكن دي حمله مهمه جدا ان احنا فعلا ندعمها ونتكلم عنها بكتير، لانه حملات التشويه زي ما انت قلتي هي مش جديدة علينا، هي موجودة فعلا من زمان، ويمكن بس ما بيتمش التركيز عليها زي ما بيتم التركيز على ختان الإناث أو الاغتصاب أو التحرش أو مثلا زواج القاصرات أو غيره. لكن هي تعتبر قضية مجتمعية مهمة جدا بتهم المرأة، لأنه مش بس المرأة اللي بتتأثر من حملة التشويه اللي هي بتتعرض لها، لكن كمان أولادها، كل الناس المحيطة بيها، طبعا أهلها أكيد بتتأثر في شغلها، أكيد حياتها بتتقلب رأسا على عقب، ما تقدرش تواجه المجتمع. عشان كده دور الحملة دي أو غيره إن هي دعمها نفسيا بشكل كبير جدا عشان تقدر تتعايش مع الوضع الجديد وتتعايش مع المجتمع. بالظبط. يمكن أنا الفترة اللي فاتت كنت يعني مبسوطة شوية إنه بعض البنات بقى عندها الجرأة إنه لو تعرضت لموقف تحرش إن هي تبدأ إنها تصور أو تتكلم أو تروح تعمل محضر، وبقيت مبسوطة أكتر كمان بدور الرجالة اللي موجودين في حياتها، يعني خطيبها، باباها، جوزها، ان هو بقى بيدعمها. يمكن قبل كده كنا بنسمع انه لا وبلاش حد يعرف والستر والحاجات اللي من المنطلق ده، بس مؤخرا لا، بقت البنات عايزة ان هي تجيب حقها. فنفس الفكرة هنا، يعني ياريت ان احنا نوصل لمرحلة انه يبقى عندنا الوعي انه دي مش حاجة انا اتكسف منها، انه الست ما تعيش طول حياتها قافلة على نفسها وخايفة انها تتكلم وتقول عشان ولادي او عشان كذا، او ان هي حتى ما تضطرش انها تعمل محضر تقول علشان خاطر ولادي هيقولوا ايه والكلام ده كله. لا، ده حقك ولازم تاخديه، يعني جريمة. يمكن كمان حملة بلا ملامح او الحملات النسوية بتطالب بعقوبة الاعدام على فكرة انه لو شخص اذى سيدة سواء كانت طليقته او خطيبته او كانت يربطوا بيه أي علاقة عاطفية وحب يشوهها بمادة الأسد دي أو هي المادة الكاوية، فإن العقوبة ما تبقاش بس غرامة مالية هو بيدفعها أو عقوبة سنة أو سنتين. ما ينفعش تتساوى بأي جريمة ضد المرأة، يعني يمكن دي حياتها بتقف وصحتها بتتدمر ونفسيتها برضو بتتدمر، وزي ما قلت لكم أسرة كاملة هي اللي بتتدمر. فيمكن كانوا بيطالبوا السيدات بعقوبة شديدة جدا تصل للإعدام. بالظبط. وحتى لو زي ما كنا بنتكلم كده من شويه، لو الضحيه دي نجيت من فكره ان هي ممكن لا قدر الله تتوفى، لا هي بتصاب بالاكتئاب، ممكن تفكر في الانتحار. وزي ما قلنا انه فعلا الحياه بتقف تماما، بالعكس يمكن اولادها كمان بيتاثروا نفسيا، اولادها دول كمان حياتهم فيما بعد بتقف لفكره ان امي تعرضت لحادث زي ده، سواء بقى هم عارفين، فبيبقوا عارفين انه الاب هو اللي عامل الجريمه ده، وحتى لو مش عارفين هم شايفين امهم في حاجه في شكلها غريبة، فأكيد طول الوقت هتبقى في نظرهم إن هي عايشة حياة مش سعيدة. كمان عايزة أقولك يعني يمكن الحروق صعبة جدا، ويمكن في دلوقتي حملات للتبرعات للأشخاص اللي بيتعرضوا للحروق. يمكن في كمان سيدات ناس بسيطة جدا ما عندهاش إمكانيات مادية تقدر تعالج حروقها وتعمل تجميل مع دكتور أو تعمل تجميل، فيمكن ده برضو بيصعب عليها الحياة بشكل كبير جدا. إحنا حبينا نسلط الضوء على حملة مهمة جدا أطلقوها Women of Egypt، وهي حملة بلا ملامح، وده بمناسبة شهر المرأة. احنا بندعم كل موضوعات المرأة. بعد الفاصل بقى هنستقبل رامي رفعت وهو يحكي بقى تفاصيل مشاركته في أوبريت أسرة شهيد. خليكم معانا. ورجعنا لكم من جديد ولسه مكملين معاكم باقي فقرات إن بوكس. الفقرة دي زي ما قلنا لكم معانا كده موهبة شابة جديدة في عالم الغنى، وهو المطرب الشاب رامي رفعت. رامي يمكن شارك في أوبريت أسرة شهيد وغنى طبعا مع فنانين كبار زي محمد ثروت، نادية مصطفى، جنات، ومحمد الشرنوبي، وكمان غنى قدام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بيوم الشهيد الشهر ده طبعا بالإضافة لأغانيه الخاصة بيه. طبعا النهاردة هنسمع معاه أغاني
اغاني حلوه بصوته الحلو في البدايه نرحب بيه. ازيك يا رامي؟ الحمد لله تمام. ازيك يا رامي؟ منورنا. مساء الفل. منوره بيكم طبعا. ربنا يخليك. ميرسي. طيب في البدايه كده عايزين نتكلم او نبدا معاك الكلام عن اوبريت اسره شهيد. انت ازاي تم اختيارك في الاوبريت ده والمشاركه كانت عامله ازاي؟ هو أسرة شهيد كانت فكرة من صاحب الكلمات والألحان أحمد عصمت، وهو كان بيسمعها لي، يعني قال لي إن هو ناوي يسمعها لهم طبعا في شؤون معنوية وتبقى حاجة في احتفالية يوم الشهيد طبعا. بس فلما سمعها لي لقيتها بصراحة حلوة جدا. هو كان عامل فكرة، يعني هو عامل أسرة وعبارة عن أب وأم وصديق وابن وزوجة، فلازم يبقى فيه خمس شخصيات في الأغنية، دول اللي هم فقدوا طبعا الشهيد، يعني اللي هو دول يعني أقرب الناس ليه، فكل حد فيهم بيعبر عن إحساسه ما بين إنه هو مفتقده وفي نفس الوقت طبعا هو شهيد للوطن في النهاية، فأكيد في جانب يعني هم فرحانين ليه في إنه هو في مكان أحسن طبعا، بس مفتقدين وفي نفس الوقت. فدي كانت الفكرة يعني. وانت كنت إيه، الصديق؟ أنا الصديق. أكيد غيري. طيب رامي، كلمنا بقى أكتر عن التحضيرات والبروفات، يعني أكيد يوم مختلف وهنغني قدام شخصيات مختلفة طبعا، فقولي كان استعدادك عامل إزاي؟ كان إحساس صعب الحقيقة جدا، لأن كان اليوم كله فعاليات ومؤثرة بشكل أكيد كبير قوي، لأن الأحاسيس كلها صادقة وحقيقية، الناس الموجودة كلها دول أهالي الشهداء يعني، وبيقولوا كلمة طبعا قدام سيادة الرئيس، والكلام ده صحيح مكتوب وبيقروه، بس في النهاية ده بيعبر عن مشاعرهم الحقيقية. فكان الموضوع طبعا يعني بتشوفي مشاعر حقيقية قدامك وبعيش معاهم كل لحظة في البروفات، بتتعمل بروفة طبعا ريهرسل كامل زي الحفلة بالظبط، طبعا فبعيش معاهم كل لحظة وبحس ان انا مكانهم، فطبعا الموضوع كان مؤثر لحد حتى الكواليس قبل الغنى واحنا على الهواء، يعني كانت فقرة مؤثرة جدا قبلينا لما البنت بنت شهيد بكت وهي بتقول كلمة بتاعتها، فاحنا في الكواليس واحنا داخلين بعد نص دقيقة كنا كله بيعيط. طيب ايه رأيك نروح نتابع جزء من الحفلة ونرجع نكمل معاك تاني؟ يلا بينا. لا يعني اوبريت مؤثر جدا، احنا تأثرنا وكلماتها، يعني كلمات الأغنية قوية جدا ومؤثرة جدا، يعني احنا تأثرنا. تخيل بقى اهالي الشهداء هم قاعدين كانوا عاملين ازاي؟ لا وأدائهم وأحمد عصمت نفسه جداً. هو بيكتب كلام الغنوة كان قال لي ان هو كان بيبكي وهو بيكتبها يعني قبل ما يخلصها. انا عايز اسألك على حاجة تانية بقى، بما انه ده كان احتفالية مهمة جدا وحضرها يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكيد. وانت طالع لايف بتغني قدامه على المسرح، انت احساسك كان عامل ازاي؟ ده غير ان هو اساسا الأغنية مؤثرة. فاحكي لنا عن احساسك كان عامل ازاي. احساسي ساعتها يختلف كتير عن قبل ما، يعني زي ما حضرتك بتقولي دلوقتي انت بتتخيلي الموقف نفسه. انا قبل ما اطلع فعلا كان يعني كان في طبعا جانب مقلق، مع اني مش اول مره اغني على ستيج يعني، بس طبعا قدام سياده الرئيس موضوع مختلف، وقدام اهالي الشهداء اللي حاضرين، وبعدين اهم شخصيات في البلد وكل القاده اللي هم اساسا في قلب الموضوع وبيشوفوا الاحداث دي يوميا، فطبعا كل ده كان مسؤوليه كبيره اكيد يعني بقى. فبس لما دخلت الستيج انا مش فاكر اي حاجه غير ان انا كنت يعني كنت مركز في الكلام اللي بقوله وكنت حاسس الموضوع قوي، فمش مش يعني مش محضر اي انفعالات او اي اداء هعمله، كل حاجه طلعت طبيعيه. حلو جدا. طيب ايه رايك يا رامي بقى نسمع حاجه، سواء عايز تقول جزء من الاوبريت او تغني حاجه خاصه بيك او تغني لاي حد، يعني براحتك. والله بقى تمام يعني احنا براحتكم، احنا مع بعض نحاول نغير المود. ممكن نغير المود فعلا ونقول حاجه مبهجه شويه. تمام. بس أنا ممكن المايك اكيد طبعا اكيد. انا كنت عملت حاجه اسمها فك التكشيره، كانت بالمناسبه كلمات احمد عصمت برضو كتب اسره شهيد، وكانت لحني وتوزيع احمد اسماعيل وميكس محمد طاين. حلو قوي. تمام. انا كده هبص الناحيه دي بقى. خصمنا اتفضل. يعني سامحوني في الموضوع ده. فك التكشيرة في حاجات كتيرة
ببساطة تتحلف مفيش، هتقول دي كبيرة الهموم طنش وجمعها في يوم باعها بتمنها افرح وعيش. فك التكشيرة في حاجات كتيرة، ببساطة تتحلف مفيش، هتقول دي كبيرة الهموم طنش وجمعها في يوم باعها بتمنها افرح وعيش. اتخيل بكرة وارسم حلم مفيش فيه اي خوف، ابدأ بفكرة وخليك اقوى ما ترميش عالظروف. اتخيل بكرة وارسم حلم مفيش فيه اي خوف، وابدأ بفكرة وخليك اقوى ما ترميش عالظروف. احسبها صح ما تستناش، يلا جرب وشوف. شوف اللي جرالك ايه غير حالك، اكيد مش انت بتاع زمان. وكلام في بالك خدت ايه، لو عشت يوم هيحصل ايه، هاودها لو طلبت جنان. وتخيل بكرة وارسم حلم مفيش فيه اي خوف، ابدأ بفكرة وخليك اقوى ما ترميش عالظروف. احسبها صح ما تستناش، يلا جرب وشوف. حلوة قوي، مبهجة جدا. مبهجة وخفيفة كده، تحس ان انت تسمعت التيك توك. كنت حاولت اعمل حاجة كده، كان نزلتها ساعة كورونا ما بدأت. وحتى عملت استفتاء يعني عندي على البيج، فقلت لهم انزل غنوة ولا مش وقته. كان اول مرة اعملها، قلت اجرب، فلقيت الناس والله تفاعلت يعني كويس، وكلهم قالوا لي لا نزل، وفي قال لي لا، بس كان بالعكس. انت عارف 90% بيقول لي يقول لك نزل. دي احلى فتره الناس تتفاعل على السوشيال ميديا، قاعدين فاضيين مع تيك توك بقى، مع اغاني جديده، مع اي حاجه. فبالعكس كانت فرصه حلوه جدا. طيب رامي، نرجع بقى شويتين كده وتحكي لنا عن بدايتك في الغنى، وكمان عزفك على الجيتار وليه اخترت الجيتار، يعني احكي لنا شويه. بالنسبة للجيتار يعني هجاوب من آخر السؤال. الجيتار يعني هو بالنسبة لي مصاحب للغنى. انا مش يعني ما اعتبرش سوليست جيتارست يعني. أوكي. مش يعني، بس انا بستخدمه في ان هو يعني بيبقى مصاحب في الغنى، بيدي زي هارموني وباك جراوند ظريفه وانا بغني. فده استخدامي ليه يعني. وبلعب اصلا عود قبله. بس الجيتار يعني اليق شويه على الاغاني الحديثه، على الاغاني دي. بالظبط. فتمام. وساعات كمان الاغاني القديمه بتطلع على الجيتار بجد. دايما بتخيل القديم مع العود. بالظبط. بس لما بيطلع مع الجيتار بيدي تيست حلو قوي. اوكي. يعني بيدي تيست كده ظريف. بس الغنى طبعا بدات من وانا صغير جدا يعني. اتربيت على مسكار اجيال محمد عبد الوهاب، ده بالنسبه لي هو مثلي الاعلى يعني. وفضلت في المنطقه دي، وموسيقى عربيه وفرقه نادي الصيد وشويه ايامنا الحلوه وشويه يعني، قعدت كده لحد ما حصل الـ يعني بيسموه البومينج شويه، اللي هو يعني ابتديت شويه اتعرف. انا طبعا في اول طريقي يعني، انا لسه ليا طموحات كتير جدا واحسن من كده. بس ساعه يعني احد برامج اكتشاف المواهب، يعني مش عارف بقى مسموح اقول اسمه ولا لا، بس خليها كده. صوت الحياه مسموح اقول اسمه. بسالك اصلا. بالظبط. كان صوت الحياة، وطبعا كان في لجنة تحكيم محترمة جدا جدا، من أقوى لجان تحكيم في أي برامج اكتشاف مواهب. كان أستاذ حلمي بكر، مدام سميرة سعيد، أستاذ هاني شاكر. فكان الموضوع كان فيه 50,000 مشترك، وأنا وصلت فاينل وخدت تالت، فكان طبعا حاجة كويسة. حلو جدا. ورجعت طبعا يعني الموضوع كان مسمع جامد يعني، الناس بتشوفه كويس يعني. بس الظروف بقى الانتاجيه يعني الظروف الدنيا ابتدت تتعدل شويه بقى من بعد 2013 يعني، واحنا طالعين. بس ابتدت الدنيا تبقى. طب عايز اعرف منك يعني، مشاركتك في برنامج زي ده فادك في ايه في مشوارك الفني؟ فادني طبعا. انا ما يعني كان مجرد بغني مثلا في ساقيه، في الاوبرا يعني. كان في بعض الفرق سوليست اي نعم، بس في جمهور يعني الاودينس محدودين، او في جمهور معين بيجي لك بيسمعك. صوت الحياه طبعا كان في ملايين بتتابعه. فانا عرفت ده من اول ما رجعت يعني، وانا في المطار يعني، لقيت الموضوع يعني لا مسمع جدا جدا، بالذات ايامها يعني.
فكان مسمع كويس فطبعا استفدت اكيد يعني. طب هل اسرتك كانت داعمه ليك في قصه الغنى وكده ولا كانت شايفه انه لا تبقى حاجه تكميليه جنب لا وظيفه اساسيه مرتب كل شهر؟ كانوا بيدعموني في الحاجتين لان انا اصلا خريج تجاره. فكانوا حابين ان انا اكون يعني اشتغل حاجه ثابته لان ظروف الانتاجيه زي ما بقول لك بتخلي شريحه معينه او فئه معينه بس هي اللي تقدر تعتمد على المزيكا. شكلك يا رامي اللي كنت بيروحوا الجامعه بالجيتار و ونقعد على السلم. ايوه جو الافلام ده شكلك منهم يعني. بس هو ما كانش يعني كنا صغيرين طبعا. وكان اكيد يعني طالما بلعب جيتار او بلعب اله وحافظ نوتين ثلاثه وشويه بقى بلحن في الجديد يعني في حاجات جديده بعملها وايه ده عامل غنوه وبيعزفها على الجيتار فطبعا الموضوع كان مغري اكيد. طبعا لازم اعمل كده. بس اهلي طبعا كان بيدعموني جامد جدا لان والدي ووالدتي هم الله يرحمهم يعني بس كانوا الاثنين يعني فنانين اصلا. والدتي كانت معتمده في الاذاعه والدي ودانه موسيقيه جدا واخويا بيغني كويس يعني احنا العيله كلها فنيه بالظبط. واحمد اسماعيل اللي موزع فك التكشيره اللي انا غنيتها ده ابن خالتي موزع وملحن واخوه يوسف اسماعيل بيغني يعني احنا انتوا العيله بالظبط. فالموضوع مش والدي ووالدتي بس ده خالتي كمان وكله ولاد خالتي والعيله كله بيغني. ما تيجي يعني نسمع حاجه تاني برضه بدل ما نتكلم كتير. طبعا سمعنا ايه؟ والله زي ما انتوا عايزين يعني انا حاجه طرب بقى ايه رايك؟ حاجه طرب؟ لو عايز يعني. لا تمام قشطة. ممكن جدا. اتفاجئت بالسؤال. وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك دير العمر معايا وتعب الشوق وياك 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 وما تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك ما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك خلي شويه عليا وخلي شويه عليك خلي شويه عليك خلي شويه عليك خلي شويه عليا وشويه عليك. حلوة قوي جدا. مغنيها بهداوة كده وطريقتك هي بقى الطربي بقى انت عارفة يعني الناس دي رايقين ما جاش زيهم بصراحة يعني. اكيد. طيب رامي انت برضو قدمت اغاني وده كان نفس اللي كنت لسه بقوله لك انه جيتار مع القديم هو فعلا طلع حاجة مختلفة ميكس حلو قوي. بالظبط بيدي اغنية رايقة وهادية كده. بالظبط حلو قوي. طيب رامي انت برضو قدمت اكتر من اغنيه خاصه بيك يعني احكي لنا عليهم اكتر وتعاونت فيهم مع مين بقى هل من الاسره ولا بره الاسره؟ في حاجات من الاسره وفي حاجات من بره الاسره. طبعا قدمت طبعا الاسم عايش دي اول حاجه نزلتها يعني او اخر يعني اقرب حاجه نزلتها كانت لحن تامر عاشور وتوزيع احمد عبد السلام وكلمات عمرو يحيى كانت حاجه دراما كده ويعني تامر عاشور يعني. طبعا. بس هو صديق عزيز طبعا جدا يعني من زمان حتى من قبل ما اروح صوت الحياه واحنا على علاقه جيده جدا يعني. وهو وقف جنبي اول ما جيت وعمل لي الغنوه دي ونزلتها يعني من حوالي 3 سنين كده. طيب احنا لسه مكملين معاك يا رامي لكن هنطلع لفاصل ونرجع نكمل فقرتنا مع رامي رفعت. خليكم معايا.
طلع البدر علينا والنبي بهداه اهتدينا، ربنا كتبها لنجينا عشان نزوره في المدينة. وطلع البدر علينا والنبي بهداه اهتدينا، ربنا كتبها لنجينا عشان نزوره في المدينة. 100 صلاة وسلام عليك يا نبي اللي بإيديك، عرفت الدنيا السعادة يا نور زيادة، روحي مشتاقة تلاقيك سجدة في الروضة هنا ودعوة صادقة لربنا نمحي بيها ذنوبنا. رب توبنا عشان حبيبك غفر لنا. وطلع البدر علينا والنبي بهداه اهتدينا، ربنا كتبها لنجينا عشان نزوره في المدينه. الله، حلوه حلو قوي يا رامي، يعني كل سنه وانت طيب بقى مقدما، يعني بما اننا داخلين على شهر رمضان. طيبين، وطبعا دي كانت اسمها 100 صلاه. دي توزيع حماده عصمت والحان كريم نيازي وكلمات محمد نبيل الشريف. حلوه قوي، يعني مناسبه الاجواء بما اننا في شعبان. ايوه داخلين على رمضان خلاص ان شاء الله. كل سنه وانت طيب يا رامي. طيب قولي بقى، بتحضر ايه الفتره الجايه؟ بحضر غنوة إن شاء الله تنزل بعد رمضان اسمها أنا لما سبته. هي كلمات أحمد إبراهيم وألحان أحمد إسماعيل. أنت نفس الناس، هم هم. وتوزيع أحمد إسماعيل برضه. اللي هو ابن خالتي. بس العيلة. على فكرة له شغل كتير أصلاً في السوق، ويعني هو راجل شغال يعني. لا أنا بس يعني الفكرة كلها إن أنت ما شاء الله العيلة دايماً. ابن خالته أولى يعني. بالظبط، هو بيسمعني أصلاً، أنا ببقى أقرب حد ليه سمعني، فبيسمعني حاجة فبتعجبني. وتظبط فيها. وتربيتي في الناس. بس بتعجبني الحاجة وبحب أشتغل معاه هو ويوسف طبعا جدا. أكيد بالتوفيق يا رامي، أنت نورتنا وأغانيك كلها جميلة وحلوة، وإن شاء الله مشوارك الفني يبقى كله نجاح كده وتقدم بإذن الله. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. ميرسي يا نورا، ميرسي يا نورا، مبسوط جدا إن أنا كنت معاكم. الله يخليك، يا شكرا بيكم. شكرا. إحنا لسه مكملين باقي فقرات إنبوكس بعد الفاصل. عيش صح، خليكم معانا.